السلام عليكم. من البارح وبرشا غليان على اللي صاير في تونس، مهم، ولكن انا قررت وانه كل يوم اربعاء باش نتحدث على الاهم. فما المهم والاهم، والاهم بالنسبه لي النقد سهل لما يكون بناء ويكون صريح، واللي اصعب منه هو البناء. وأمنيتي ودخلت للسياسة لبناء أو للمساهمة في البناء تونس الغد. قالوا لي كيفاش تو باش تكلم على الطفولة والدنيا خايضة فيهاش؟ هذا كله مهم، الخايض الجلت متاع الماء. اللي أهم كل وليد الصغار ما يقاسيوش اللي احنا قاسيناه، ما يعيشوش همومنا. هذيك هي الجمهورية الثانية. واليوم سأتكلم على الطفولة، واليوم سأتكلم عن حقوق الطفل وعن دور الطفل بقرارنا لما نحطوه على المسار الصحيح، باش يكون لنا عظة ونحشمه على الأعوار اللي عندنا احنا. أولا، الطفل التونسي يزمه يتربى على حسب الفصل الأول للدستور. تونس يفهم شو معناتها تونس، ولو نقريوه الشيء هذايا حتى بصور متحركة يفهم هو شكون، ولد شكون، أصله شكون، أمه شكون. دولة مسلمة. نحن اليوم لما تجيب إنسان من الدول الغربية اعتنق الإسلام يتفقون كلهم يقولوا لك الحمد لله عرفنا الإسلام قبل المسلمين، و بكل تلقائية وقناعة احنا اليوم مجتمع مسلم بدون إسلام. معناتها الغلطة هذه متاعنا يزمنا نربيها لأولادنا ونرجع لها. وثالثا، نحن دولة لغتها العربية نسبة لرسول الله انتسبنا للعرب وللعروبة، ورغم الحضارات والفيات اللي جاءوا تونس والأصول اللي جاءت تونس اتفقنا حبا في الرسول وإيمانا بالقرآن إن جعلناه قرآنا عربيا انتسبنا للعروبة. هذه الحاجات هذه يزمة تغرس في الولد من اللي هو عمره 3-4 سنين. اليوم الطفل التونسي يدخل المكتب عمره 6 سنين، يجب بعث كما عمل البورقيبة قبل بعث المدارس. احنا اليوم في الجمهورية الثانية انا راخر في مستقبل تونس نبعث المدرسة الأساسية، التعليم الأساسي. الولد من اللي عمره 3 سنين يدخل في مدرسة تحضيرية، تحضر باش يواجه المستقبل وتغرس فيه القيم اللي نحب نكونوا عليها احنا نهار اخر باش نكونوا دولة متقدمة. ومن القيم احنا ربينا اولادنا ما تعملش الحرام، لازمنا نفهم. ولما نقراو القرآن مثلا نتحدى اي واحد ياخذ ورقة وستيلو كان يعبي ورقة فيها الحرام، نعلموه ما حلله الله، نعلموه السماحة، نعلموه الصدق في القول، نعلموه الإخلاص في العمل، نعلموه على المحافظة على البيئة. البيئة كيفاش تجي؟ أنا ريت في كندا معناتها ليزيكول هذوما بريباراتوار والروضات مش يحطوا ننصي عجرم يخرجوا يتسكك الخمسة متاع العشية والديه يبدأوا حايرين فيه، يعلموا يعملوا بوبال الكذا وبوبال للروسي كلاب ويعلموا من الصغرى. والولد لما يمشي لداربوه دار والديه كيرا والديه معوجين يعمل شوه، يعني يزمنا في المدارس هذه نعملوا يوم مثلا للطريق الامن، نخرجوا فيه الوليدات هذو الصغار الكل نلعبوهم لعبه الفروج وقتاش تتعدى والفوفير وقتاش تتعدى ونفهموه عليه. باش الشيء اللي فينا احنا اليوم وقت بن علي واحد كان يحرق فروج بعد الثورة المزعومة ولاو 10 يحرقوا فروج، هذا كله نشكوا منه.
ولكن لازمنا نغرسوه في ولادنا صغار باش احنا بينا نحشمه. قل والله ولد صغير قال لك يلزمنا نفهمه وان البيئه لبيب ولبيب هذا كله تمثيل واللي باش يجي من بعده تمثيل. البيئه تغرس من الصغر ومن بعد الشيء هذايا ندخلوا بالطفل متاعنا الى التعليم الابتدائي. والتعليم الابتدائي هو حجر الاساس في تكوين التونسي والتونسية في المستقبل. البرامج يسمى التعود شاف بورقيبة عمل حاجة كبيرة ياسر التعليم، ولكن اليوم منهجية التعليم وأسلوب التعليم تبدلت. يلزمنا نفهموا وأنه المكاتب متاع القسم الابتدائي من السنة الواحدة للسنة السادسة تكون ورشات تعليم، ما عادش مكتب، ما عادش كلي ثلاثة رانجي وقعد، يلزم تكون ورشة والولد يتعلم فيها الاحترام وتبادل الرأي ويتكلم وقت يجي دوره والهمجية لا واحترام الغير ونعلموها الواجبات. لأنه لما يكون عندك إنسان يعرف واجباته بطبعه يفتك حقوقه. هذه هي حق الطفل عندي واللي نحبه نطرح عليكم. تونس مستقبلها في الوليدات الصغار اللي احنا توا مناش متلفتينه. تونس يلزمنا نعلم وليداتنا مثلا وقت انسان عنده اعاقة من عند الله مش يتلموا به حظبة ويضحكوا عليه، يلزمهم يفهموا انهم في نعمة وقت ربي خلقهم كاملين ويحترموا غيرهم ويحنوا على غيرهم الناقصين. ومن هذا يجي الحن والتوالف ما بين الجهات وما بين الغني والفقير والمتوسط، ونغرسوا فيهم يعني ايش باش نقولها الفالور، يعني الفالور الوحيدة اللي يحترموا بها البشر هي قيمته، القيمة، القيمة الأصلية والأولية، احترامه لغيره. واحترامه لغيره كيفاش يكون؟ لما غيره يكون محترم الغير. هذه هي تونس الغد. وهذا موضوع شاسع وكبير، وتكلمت أنا حتى في كندا قلت على التعليم الابتدائي توليدات بالكرتابة تبدأ رزين عليه، وربي ربي يغفر لنا في الحوض هذوما. والوالدين شقاو وفما برشا عباد تاحوا للرشوة، لأنه فما تظاهر في المدارس الابتدائية هاو لبسوا ندرشنوا نايك هاو لبسوا ندرشنوا يزمن هاريخل. نتفقوا باتفاق لأن القيمة الأولى القيم الجمهورية الثانية هي العدالة. وليداتنا يدخلوا بمنديلة واحدة وزارة التعليم هي اللي تعطيها، كما اللي لابس في بنزرت كما لابس في مدنين كما في متشابين كما في الجريسة. يلزمنا نحيو التظاهر وعقلية التظاهر والكذب من الأقسام الأولى سواسية. الطفل كما الصلصال تعمل به اللي يظهر لك، وإحنا الصلصال متاعنا قاعدين نعملو فيه بأشباح مخيفة. يلزمنا نعملوه نهار آخر متاع تونسي متقدم يمسح لنا العار اللي عشناها احنا الذل والهوان ونتهناو به. وبطبعي الانسان شي يحب ينجم يحب نفسه خير من الناس، لكن يحب حد خير منه هما ولاده. هذه العقلية يلزمنا نراعو بها الطفل وحقوق الطفل. حقوقه فاش باش ما يطلعش كيف نحن وما نخافوش منها الكلمة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.